قرار اعتق على المغنية دنيا بطمة جاهز للتنفيذ. إليكم التفاصيل. قضت محكمة النقد بالرباط برفض طعن دنيا بطمة بالنقد، وبذلك أصبح قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بالحبس سنة نافذة نهائيا. ووفق مصادر مطلعة سيتم تحرير قرار محكمة النقد وإحالته على الوكيل العام للمالك لدى محكمة النقد، الذي بدوره سيحيله على الوكيل العام للمالك لدى استئنافيات مراكش، والذي سيصدر الأمر باعتقال لتنفيذ العقوبة المحكوم بها. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دنيا بطمة أدينت في 2021 من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام معالجة الآليات للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. إذ رفعت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي من 8 أشهر حبسا نافذة إلى سنة، وهو القرار الاستئنافي الذي سينصب عليه التنفيذ.